من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. الرئيس للصحة العالمية مواصلة التعاون لتعزيز الجهود المصرية. Global Firepower، مصر أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط. الحكومة تنفي تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية. وتؤكد التلاعب في شحن العدادات مسبقة الدفع الشائعة. وإليكم تفاصيل النشرة. مواصلة التعاون لتعزيز الجهود المصرية الصحية، هذا ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم، مؤكداً تقديره لزيارة مدير المنظمة لمصر بعد تولي مهام منصبه، معرباً عن تطلعه لقيام المنظمة العالمية بدورها الدوري كهمزة وصل مع المؤسسات الدولية المعنية لدعم استكمال المسيرة المصرية من خلال توفير الدعم التقني اللازم لتعزيز جهودها الصحية القائمة على المستويين الإفريقي والعالمي. من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم تقدير المنظمة لجهود مصر اللافتة في مجال الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمستوى عالي في الجودة، مؤكداً أن مصر أصبحت مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية والارتقاء بالحالة الصحية للمواطنين. وخلال اللقاء، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير منظمة الصحة عن مبادرة 100 مليون صحة، فيما قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن التقرير تضمن التقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، مع توصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم خدمة للبشرية والإنسانية. كما أكد أن المبادرة باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في مجال المسح الطبي على المستويين الإفريقي والعالمي، خاصة فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير مسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان. مصر أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط، هذا ما كشف عنه التصنيف الجديد لموقع Global Firepower الخاص بالشؤون العسكرية بحسب شبكة CNN الأمريكية. واختار Global Fire قائمة الدول وفقاً لعدد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش، واحتلت مصر المرتبة الأولى ب 1092 طائرة حربية متنوعة، بينما حلت تركيا في المركز الثاني ب 1067 طائرة، تليها السعودية ثم إسرائيل التي جاءت في المركز الرابع والجزائر في المركز الخامس، ثم الإمارات، تليها إيران بالمركز السابع، وفي المرتبة الثامنة جاءت سوريا، والتاسعة العراق، والعاشرة المغرب ب 291 طائرة. الحكومة ترد على الشائعات، فقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يثار حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة تعقد الإجراءات، قائلاً بحسب شركة العاصمة الإدارية أن الاستثمارات الأجنبية تشهد إقبالاً ملحوظاً والمعدلات تسير وفقاً لما تم التخطيط له، حيث بلغ حجم الاستثمارات منذ انطلاق المشروع حتى الآن نحو 250 مليار جنيه، ما يعادل 15 مليار دولار، مشيرة إلى حرص الدولة على جذب وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة. هذا وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما يتردد حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة سيفرودفينسك الروسية، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائياً. في سياق آخر، نفت الحكومة بحسب وزارة الكهرباء ما يثار حول التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع لإدخال المواطن في شريحة أعلى، مشدداً على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية وفقاً لقيمة التيار المستهلك. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتسيير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في إطار نهج وزارة الداخلية الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين في كافة المواقع الشرطية الخدمية، فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إجراءاتها نحو تيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
للحصول على مصدرات الإدارة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث تم رصد هذه الحالات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها سواء داخل مكاتب رؤساء أقسام الجوازات أو خارجها. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.